معنا من إدلب مباشرة هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز. أهلا بك هاشم. إذا تصعيد وقصف استهدف مناطق عدة ومركز صحي أيضا في الهبيط تحديدا جنوب إدلب. نعم وسام، تصعيد جديد وبشكل مكثف من قبل ميليشيا أسد الطائفية والاحتلال الروسي على ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بلدة الهبيط ليلة أمس فقط بأكثر من 150 قذيفة صاروخية استهدفت الأحياء السكنية والمرافق الحيوية داخل البلدة، ووقوع إصابات بين صفوف المدنيين وموجة نزوح من تبقى من المدنيين. طبعا هي بالأصل الكثير من أهالي البلدة نزحوا عنها نتيجة القصف خلال الفترة الماضية. الآن يعني مع هذا التصعيد الجديد من تبقى من المدنيين يرغم على النزوح طبعا من شدة القصف، القصف ما زال مستمر. الآن يعني نبدأ بالأخبار العاجلة التي تتوارد من ريف إدلب الجنوبي. ثلاث طائرات مروحية تتناوب على قصف قرية عابدين في الريف الجنوبي بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية التي استهدفت الأحياء السكنية، بالإضافة إلى استهداف الطيران الحرب إلى أطراف القرية، ناهيك عن الاستهدافات من قبل ميليشيا أسد الطائفية المتمركزة بريف حماة الشمالي براجمات الصواريخ. حقيقة يعني الوضع في قرية عابدين الآن يعني تحت النار، وهناك يعني من تبقى من الأهالي كان منذ قليل يناشد لحتى يخرج من القرية نتيجة القصف المكثف عليه. حتى هذه اللحظة لم تتكشف الأضرار كون القصف ما زال مستمرا، الطيران الحربي والمروحي والقصف بالراجمات ما زال مستمر عليها وعلى المناطق المجاورة لها. حرش القصابية وقرية القصابية تم استهدافها اليوم بالطيران الحربي، والذي أدى إلى خروج إحدى مدارس القرية عن الخدمة نتيجة استهدافها بشكل مباشر. أطراف قرية ترمنة، الأطراف الجنوبية منها أيضا تم استهدافها بغارتين جويتين اليوم صباحا. القصف المدفعي والصاروخي ما زال مستمر إن كان على الهبيط، على الرينبا، على ترملة، على عابدين، جميع هذه المناطق. ورقعة القصف الآن يعني تزداد. الطائرات الحربية إن كانت التابعة لميليشيا أسد الطائفية طيران مروحي وحتى طيران الاحتلال الروسي ما زال بأجواء الريف الجنوبي ينفذ الغارات الجوية. جميع ذلك يعني يترافق مع موجة نزوح من هذه المناطق. حتى منذ قليل طيران الحربي الرشاش لام 39 استهدف أيضا التجمعات للنازحين والسيارات التي كانت تخرج من هذه المناطق باتجاه المناطق الشمالية البعيدة عن القصف، تم استهدافها أيضا. حتى خلال ساعات الليل طيران الحربي الرشاش استهدف أطراف قرية الهبيط بعدد من الغارات بالرشاشات الثقيلة، واستهدف أيضا من كان يخرج من القرية وكل السيارات التي كانت في محيطها. نعم، شكرا جزيلا لك هاشم العبد الله.